الزيتونة باي كانت وجهة تحركات المجتمع المدني. حملة جاي التغيير إحدى الحملات المشاركة في التحركات التي يشهدها لبنان منذ أسابيع، افتراشت الرصيف الخشبي المقابل للمطاعم والمحلات في الزيتونة. عنا بندورة بلدية مجدرة، عنا بصل، بصل هالأيام مدته للمظاهرات، يعني واحد بينزل بيستعملها بدل الإنبل اللي بتسيل الدموع. جاي نوصل الفكرة. شو هي الفكرة؟ فكرة إنه هالي خوتي كلها هون المكان للشعب، ما خصهم لا كل واحد ولا كلهم حيتان أموال، جايين لنرجع جايين لنرجع هيدا كله ملك الشعب. هلا وبرايح بدنا نكسر أي قرار له علاقة بالأملاك العامة، ونحن عم ندعي الناس إنه مش بالضرورة يكون في تحرك لتنزلوا تعملوا هذه الخطوة، بالعكس تماما. اليوم أنتم مدعوين لأي حدا بس يخطر على باله إنه بده ينبسط ويتسلى هو وعائلته، ينزل على أي مكان عام ويعيشه للفكرة، ما يبطل حاملها كفكرة أو كحلم. هذا شط بيروت لأهل بيروت، بدنا نحرره. جئنا اليوم لنقول خليج مارجلي للشعب اللبناني، الشاطئ اللبناني من الجنوب إلى الشمال للشعب اللبناني، الشوارع لنا، الطرقات لنا، المؤسسات لنا، الجامعات لنا، المدارس لنا، المستشفيات لنا، وكل شبر من هذا الوطن هو لنا. وجوه كثيرة حضرت للمشاركة في الاعتصام، كأمين عام الحزب الشيوعي خالد حديدي وصاحب مسبح السان جورج فادي خوري. ليه عم تتضامن مع الشباب الموجودين اليوم هون؟ لأنه هف قلبي ما شفتهم عم بيعبروا عن رأيهم. شو رأيك انت؟ عم بسألك. طب البعض يقول انه سان جورج هو كان اول اعتداء على الأملاك العامة. سان جورج اذا كان اعتداء على الأملاك العامة بليز خبروني وين ليش كيف. ما بعرف. ومن الزيتونة باي انتقل المعتصمون إلى منطقة الدالية، حيث أزالوا الشريط الشائك تحت أعين القوى الأمنية التي فضلت عدم الاشتباك معهم. وانتهى الاعتصام بحفلة على الدالية احتفالاً بإزالة الشريط الشائك.